مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم في ليله جميله من ليالي سراي. واليوم الليله الاخيره راح تكون ان شاء الله حلقه مميزه من خلال ضيفها اللي راح ينورنا اليوم ويتكلم معاه في كثير من الامور ما يتعلق في الفن حاليا وهم بعد سابقا. مساء الخير اسرار، تقبل الله طاعتك. من منك اكيد صالح الاعمال فيصل، يمكن على دوار 28 يوم. نعم. ما شاء الله يعطيك. نعم. انت الله يعافيك. العافيه. انا ما ابي اقول لك مشيت بسرعه لان ادري راح بلك روت بعدين. اكثر واحد مستانس انا. بالضبط. يعطيكم العافيه اكيد انت وصابرين في البدايه والحين كملتها معاكم في اسبوعين. نعم. يعني نعم. على مدار هذه الايام كان دائما يكون متواجدين معنا سواء كان فنانين او كتاب او اي شخص شارك في اعمال خاصه. نعم. في هالسنه تحديدا رمضان. نعم. هالسنه ما بين. نعم. الانتقادات والايجابيات. نعم. والواحد لامانه يحب انه هو يبرز السلبيات. نعم. ويبرز وين كانت. أكيد. النواقص عشان يقدرون انهم يقدمون الافضل دائما في. نعم. المستقبل. احنا اليوم الحمد لله نتكلم على برنامج اسرائي اسرار. صحيح. اعطينا كل انسان حقه. بالضبط. اليوم اللي قدم شيء مميز شيء جميل اشدنا. صحيح. فيه وقلنا انا نعطيك حقك وخذ تكريمنا منه كثر ما نقدر. وايضا اليوم الاشخاص اللي مثلا كان في لا سمح الله اخطاء ولا كان. نعم. في امور حصلت بالنهايه كلنا بشر. أكيد. نخطئ فهم. أكيد. بعد اعطيناهم حقهم في الرد وكل واحد طلع من عندنا مرتاح. اكيد. اليوم ضيفنا معروف ان هالشخصيه ما تجامل كلش. يا يكون العمل بيرفكت. أكيد. يا لا يكون. نعم. نعم. كن او لا تكون. نعم. ودائما ما يكون في لقاءاته ما يندرى عاد اذا كانت تسبب لمشاكل بعد لقاءات التصليحات. أكيد. ولا لا. يعتبر من اعمده الفن والدراما. أكيد. الامانه. نعم. تاريخ. نعم. جدا كبير. نعم. في الفن ولما تسمع له تاخذ منه الامانه ايش كثر ممكن نحن. نعم. فعلا هذه. نعم. هذه الاعمال. نعم. تحتاج لهالنوع. نعم. من الشخصيات. نعم. عشان نقدر نحن نوصل فيها. نعم. لمستوى جدا متطور. نعم. وانا دائما اقول الشخصيات اللي نقابلهم على قامه ضيفنا دائما اقول الفن الجميل. ولا كثير يوم من الاعمال الاسرار اللي ما تنسي. اليوم نتكلم. نعم. على صيد الدراما السرايات، نتكلم على المعزب، نتكلم على مسرح سيف العرب. صحيح. مخروص طاح بخروش اذا ما طاح ما قلتها غلط. يعني اعمال ما زالت خالده من نشوفها. الله الله الله. اعمال الامانه ما انسى. انا اليوم ترى جاي مستانس. اي والله مستانس اني بقابل. الامانه والله ما هي مجامله. اكيد اكيد هذه اضافه لنا احنا. اكيد اكيد ما ودي ان احنا نعرفي. نعم. نشوف التقرير. اكيد خلونا نشوف مع بعض. أحمد جوهر اسم وعلامة من علامات الفن الكويتي الأصيل، عشق جميع أنواع الفن من الدراما وتراث ومسرح وأبدع في الثلاثة. عرفه جمهوره بطيبة قلبه وما تأثره بالأدوار اللي كان فيها عصبي وشراني، وعرف بصراحته اللي دايما ما تصدم الناس سواء كانوا في الوسط الفني وخارج الوسط، لأن أبو جوهر ما يعرف يجامل ومثل ما يقولون ما يطق الطار مقلوب. هالسنة رجع لجمهوره بعمل بدراما تراثية اللي هجرها أغلب منتجين هالوقت لأنها مكلفة وتحتاج شغل وايد، وتناسوا أن في مشاهدين عاشقين لهذا اللون من الفن الجميل. أسرار الكواليس أحدث إنتاج لأحمد جوهر مسلسل سموم المعزب والوضع العام للفن الكويتي وتواضع الإنتاج المسرحي، كلها محاور راح تكون حاضرة بحوارنا مع أبو جوهر في سراي. رجعنا من بعد التقرير الجميل اللي مهما نتكلم ونقول ما راح نعطي حقه. نرحب فيك استاذ احمد جوهر، مساك الله بالخير. هلا. ونقول لك العام وانت بخير وعساك من عواده ان شاء الله. وانتم بخير وعساك من عواده ان شاء الله ويعطيكم الف عافيه. حياك الله. طبين فيني في البدايه شنو جامل جامل عشان ما نزعل احد. قاموا يزعلون الحين ما حد يرضى ما حد يقول انت سويت شيء غلط. لا ان شاء الله ما نزعل احد ما نزعل احد ان شاء الله. حياك الله منورنا. اكيد في البداية شو كانت معك أجواء رمضان وإذا كانت على الصعيد الاجتماعي والصعيد الأعمال الدرامية؟ والله رمضان بعد أيام حلوة وأتمنى يعني شهر رمضان يكون أكثر من شهر. والله أكيد أكيد حلو حلو أيام رمضان. نعم. فيها فرح فيها وناسة فيها طاعة فيها إيمان فيها. لما الشمس فيها صلاه الرحم والشغله جدا جميله. صحيح. ما ادري عقب رمضان هذا ليش كل شيء ما ادري ماني عارف. يعني نرجع مره ثانيه حق التليفونات عاد من يخلص رمضان التليفونات ما تشوفهم بعد. ما تشوف احد خلاص يختفون. ما يونك الا رمضان الجاي او اذا صار عيد الاضحى وان شاء الله. نقول الله يعين الله يعين ان شاء الله. الله يعيني. احنا شويه بنتكلم في العمل سموم المعزب من الاعمال اللي موجوده على شاشه تلفزيون الكويت، ودنا نتكلم عن الصدى اليوم. كيف شايف الصدى ورده فعل الناس على هذا العمل؟ والله الحمد لله والشكر لله أن العمل خذ صيته ويعني ما كان يجاملون الناس. واللي عرفت أنه فوق 1,200,000 قاعد يتابعونه في اليوتيوب. والعمل ماخذ جوه والناس مستانسين لأن يحبون التراث. صحيح. فأنا ما أعرف ليش الناس موقفة أعمال التراث. يعني التراث هو رمضان. يعني الأعمال هذه
فيها تاريخ الكويت وفيها الأصالة وفيها العادات والتقاليد وفيها يعني كل شيء. فما أدري ليش ما يتجهون إلى التراث، ماني عارف والله. لكن الحمد لله والشكر لله أن العمل خذ جوه والناس مستانسين منه عدل يعني الحمد لله. الحمد لله. ومكيفين من العمل وتلفونات تجيني من كل دول الخليج ويشكروني على العمل والحمد لله يعني هذا شيء زين. أنت اليوم شخصيا راضي على العمل؟ مقتنع فيه ولا في قصور مثلا بالعمل كان المفروض تكون افضل؟ والله شوف خليني اقول لك شغله، ماكو عمل تكون راضي عليه 100%. صحيح. كل عمل لابد تكون راضي على الاقل 80% الحمد لله والشكر. اخطاء وارده أكيد. ماكو واحد. شوف فيلم تروي، فيلم تروي هذا البليه كان بياخذ اوسكار زين، بس شافوا طياره بالسماء وما تبين الطياره، ما تبين. صحيح. فعلشان الطياره ما اعطوا اوسكار. عرفت شلون؟ في اخطاء قاعد اقول لك، والإنسان مو معصوم عن الخطأ، لكن إحنا نسوي اللي علينا والحمد لله يعني على اللي موجود عندك أنت تشتغل حسب الإمكانيات متوفرة، على الميزانية اللي موجودة عندك أنت قاعد تقدم، تكثر للميزانية راح تشوف شيء أحلى. عاد ميزانية عندك أبو جوهر؟ لا والله وين الميزانية، والله الميزانية ما كانت مكافية يعني بصراحة أقول لك. أنا مقدم على مبلغ، أعطوني نص المبلغ، نص المبلغ، والمبلغ هذا شلون أنا بقدم فيه معاي عتاولة الفن كلهم؟ فيعني أنت لازم يعني أهم بعد تقدم شيء يرضي الناس. ما يصير تقدم شيء ويعني تبخس بحق العمل. يعني أنا ما أحب أبخس بحق العمل، أنا دائما أحب أكون دقيق في أعمالي، يعني ما أحب أكون أقدم عمل يكون في شيء ناقص يعني. صحيح. حتى لو كان كاركتر يعني شخصية تحتاج إلى نجم أهيبه. صحيح. حتى لو دور حلقة أو ثلاث حلقات أو أربعة. صحيح. أخيرة أقول له ترى أربع حلقات، يقول لي معاك مالي شغل، أنا وياك مالك شغل. بس شنو اللي ممكن تحتاجه في الأعمال التراثية عشان ممكن تكون قيمة الإنتاج أو تكلفة الإنتاج تحتاج أنها تكون عالية؟ شو ما فهمت؟ عشان تكون تكلفة الإنتاج عالية شنو محتاج الأعمال هذه التراثية؟ هل فعلا محتاجة؟ تحتاج إلى لوكيشن، تحتاج إلى لوكيشن، تحتاج إلى مراكب، تحتاج إلى بشر، تحتاج إلى كومبارس، تحتاج إلى أنت ما عندك كومبارس، حال الأعمال الدرامية تحتاج حتى إلى مجاميع أصلا، مجاميع كلهم بدليات أصلا. أكيد. ماكو يعني داش علينا واحد بالقهوة حمود بن عاشم وقع، شنو وقع؟ عدنا له 20 مرة يا معود، لا تقول قول طاح. لا. وقع قوم سعد وعلى شلون وقع؟ وخذ عاد في جديد وموضوع ثاني. قلنا مشي مشي شو اسوي له بعد؟ اليوم انت ما عندك كمبار صح، ما عندك لوكيشنات صح، ما عندك مراكب. قبل كانوا في مراكب الزينه من قاعد شملان هناك، احنا كنا نصور عندهم شحلاتهم. صحيح. وبعدين بالدوحه كانوا في مراكب صوب عشيرج وعشيرج ذاك صوب. صحيح. الحين ماكو شيء. شو اسوي؟ راح لو بسطر لي مراكب انا الميزانيه كلها راح. اكيد اكيد. من وين يجيب مراكب؟ طيب اليوم انتم من الرواد الفنانين الموجودين، واتوقع انت من الشخصيات اللي طالبت في هذا الامر، ليش اليوم الكويت ما عندها مدينة انتاج اعلامي؟ ما ادري والله، هذه الفكره احنا مطارحينها مليون مره. انا اتذكر من 20 سنه واكثر اصلا ونسمع مو انا الله يرحمه عبد الحسين وسعد كلهم ناقشوا حياته المجموعه هذه كلها. ما في فايده من تحاكي، ايش ناقصنا؟ ما ادري ايش ناقصنا، الاراضي موجوده والماده موجوده يعني، وراح توفر امور كثيره اصلا. اوف والله العظيم، راح اطلع منها فلوس. احنا نبنيها، انا ابنيها. اعطوني ارض بس، اعطوني ارض على البحر انا ابنيها، ولا نبي منكم شيء، انا ابنيها ونفتحها ببلاش حق العالم يصورون، نحط فيها اللي نبي، حتى لو كلش نجيب لنا مراكب ونحط ونرتب امورنا كلها يعني. يعني مو يعني مو مشكله يعني، حتى نمشي فيها خطوه خطوه، بالنهايه راح نوصل الى هذا. نتفق ان نجيب شركات انتاج، نقعد كلنا ويا بعض ونقول لهم يبا احنا مسوي كذي، كلنا نتحد. بس اعطوني ارض. انا في معلومه ودي اتاكدها منك. طبعا اليوم الاعمال التراثيه من الاعمال اللي العالم تحب تشوفها، لكن محتاج اليوم دعم كبير عشان تطلع بالصوره اللي يتخيلها اليوم كاتبها او منتجها. انا سمعت معلومه ان اليوم في توجه كبير او في دعم اليوم من مجلس الوزراء او الديوان الاميري. صح. والاصرار على فتح الباب لهذه الاعمال، ما صحت هذه المعلومه صحيحه؟ لا صحيحه 100%، وفي دراسه كامله على هالموضوع في مجلس الوزراء. الاهتمام 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 في الاعمال في التراث. والمعني انت يا وزاره الاعلام ان انتم لازم تشتغلون بالتراث وتكثفون التراث. يعني يكون انتباهكم وتصرفون على التراث. زين، انت الان تلفزيون الكويت عندهم حوالي 8 مسلسلات و9، ما في ملا واحد تراث. صحيح. وين اهتمامكم بالتراث انتم؟ ما في. نتكلم على 13 عمل بعد. ما ادري انا اللي اشوفهم 8 يعني، متنوع بس يعني. انت وين التراث؟ وين قرار مجلس الوزراء؟ مجلس الوزراء لما يقول
أنا بالتراث، ما يا بالكلام العبط، هذا دراسة صارت. الناس تبي تشوف الكويت قبل، تبي تشوف تاريخ الكويت، تبي تشوف يعني أنا أمي الله يطول بعمرها بس تطالع مسلسلي. نعم. تقول أنا ما أعرف شو يقولون الباجي ذول، ما أدري شو يقولون. بس تقعد تطالع مستانسة على الأجواء القديمة وهذه، شوف كم واحدة مثل أمي. صحيح. كم واحد مثل أبوي الله يرحمه، يعني بالآلاف يطالعون يحبون هالأشياء هذه. محتاج اليوم. أكو ترى بالجيل الجديد. نعم. في شباب يموتون على التراث. صحيح. ويحبون. صحيح. التراث. صحيح. يبي يشوفون تاريخهم مو بس. نعم. التراث، وحتى الحين في عمل يعني واحد من الأعمال الخافية أعظم يعني ممكن حقبة زمنية هي تكون في السبعينات في الثمانينات أعتقد، فهم الستايل اللي احنا قاعدين نشوفه حلو، الفكرة حلوة، بعيدا عن مثلا أيام بيوت الطين وغيره، فهذه هم لمحة حلوة منهم. هو الخافي أعظم أنا ما شفته، بس ما يعطي جو التراث القديم من الأربعينات والثلاثينات. هو اللي بعدها. أي يمكن الحقبة اللي بعدها الستينات سبعينات. هذا سويناه إحنا بدلق سهيل هذا. الستينات هذا أصعب مرحلة. الستينات والسبعينات هذه أصعب مرحلة، هذه مستحيل. مستحيل هذا واحد يلقى لوكيشنات. أي والله. التراث قم مقدور عليه، تبنين ما تبنين. صحيح. هذا من وين راح يبيوت ستينات سبعينات؟ أنا الحين كل واحد هدم بيته وبنى بيت جديد والسيارات تغيرت. وين تلقينا يعني الحل في هالموضوع؟ مثل ما قلنا متيت انت الاعلامي هي اللي بتحل المشكله هذه كلها لو بنيناها وسويناها. ما في انت من تحاكي يعني. لا. ما اعرف وين نروح، ما ندري منو نكلم. ما ادري منو المعني في هالموضوع هذا. يعني لو يعطونا ارض على البحر، ما نقول لكم 10,000 مليون متر، لا يبغى 2000 متر كافي. اعطونا 2000 متر احنا نبني، احنا نبني المدينه وانا اسويها، انا اتكفل فيها، ابني المدينه وابني اسوي كل شيء على البحر وشعلات بعيد عن الناس. صحيح. خلونا نشتغل. ما اذا تبون تراث، اذا انتم مسوين جدوله ومسوين دراسه حق التراث يا مجلس الوزراء، ساعدونا في تكمل كملوا دراستكم هذه، قولوا امنحوا لهم ارض، خلي يبنوا لهم مدينه. صحيح. واعطونا مدينه. طيب اليوم انتم ليش ما طرقتوا باب الديوان الاميري؟ اليوم قاعد يبني مشاريع الديوان الاميري، قاعد الشغل يوم بنى اللي عندك دار الاوبرا وبنى هذا هذا لجهته. هو هذا لهم جهتهم هم. نعم. احنا المعني فيه وزاره الاعلام. صحيح. وزاره الاعلام لازم هي اللي تطالب الامور هذه، تقول يبقى اعطوا خصصوا ارض حق الناس هذه خلينا نشتغل. نعم. اعطونا ارض، تكلموا تحركوا يا وزاره الاعلام، ماكو يبون عمل جاهز يجي لهم، اوكي هذا عمل جاهز جاكم. لكن احنا انا من داخل 80% يعني راضي، 20% ليش ما تعطوني ال 20 استانس اكثر؟ خلي الناس تستانس اكثر. صحيح. اعطونا خلينا نشتغل. حاليا في رؤيه مستقبليه لوزاره الاعلام، في تطور يعني شوي ملحوظ من الوزير، ممكن ان تكون في المستقبل تنحل هذه المشكله. ابو جوهر شكلك وايد تعبت على المسلسل، ونبي نشوف جانب من تكريمك لهذا المسلسل. أقول لك مبروك على هذا التكريم. الله يبارك فيك. الأمانة تستحق هذا الشيء. تسلم. اليوم كنت فضلت قبل شوية قلت لي ليش الناس ما تتجه للأعمال التراثية؟ مش ممكن اليوم فكر الناس تغير، صارت الأعمال المودرن اليوم هي صارت المؤثرة، حتى اليوم على صدى السوشيال ميديا هي الأعمال المتداولة. يمكن تيجي حق سمو المعزب ما تحصل شيء بالسوشيال ميديا، ما كنت انتشار كبير حال الأعمال الثانية. شو السبب شايفة؟ العين تغيرت. نعم. العين تغيرت. التكنولوجيا غيرت الصورة، فصارت الصورة غير عن قبل. قبل الناس متعودين على شكل معين يشوفون، يعني أقربها لك أكثر. شوف أنت الحين لما عندك ديوانية قديمة وتقعد فيها مستانس، صح، ديوانية ناعمة بسيطة صغيرة حلوة، صحيح، أنت تقعد مرتاح نفسيا ومكيف الديوانية هذه. فجأة بعد 10-20 سنة تيجي تشوف الديوانية هذه تزخرفت وصارت ما أدري شلون صايرة، ما عليك خلق تقعد، ما لها طعم صار. إيه شنا شيء تخاف تكسر شيء ولا تخاف أو شيء يطيح ولا كذا، عرفت شلون؟ فدي تقعد مؤدب، عرفت شلون؟ راحت البساطة. إيه ماكو بساطة فيها. أكيد أكيد. يعني قبل تقعد بالأرض وتتسند وما أدري شنا، الحين حاطين ما أدري شغلات ما أدري شلون صايرة.
تمد ريولك تطيح قلاص تسوي كذي ما ما يجي يصير يعني ما أدري أكيد يعني ها؟ أكيد الفن صار كذي الحين لا. صار كل شيء غير يعني صار في الألوان الزايدة اللبس اللي ما أدري شون صاير والحريم اللي متافخين ما أدري شو مسوين بروحهم كذا بال عاد ناقل هذه مات الأثقال هذه يشيلونهم ماكو هذا من المتافخين أكيد يعني ويوه تغيرت ما تدري شو تطالع الناس تطالع وتضحك والناس تطالع وتقول والله هذا زين والناس تطالع تقول هذا نوع من الفنانين من الفنانات ما تقدر تستخدمها في اعمال تراثيه مستحيل لا وين تبيهم هذول قاعد اقول لك يعني ويوهم متفوخه وشفايفهم لا بوز البطل اليوم انت قاعد تشوف عدم اقناع لما الممثل هذا يؤدي دوره ما تقتنع بدوره بالضبط لا لا في فنانين حلوين في فنانين شباب طالعين حلوين ما اقول لك لا مو مزينين في فنانين قاعد يجتهدون ما ينامون ترى هذول انا ما لومهم هذول يبي يشتغلون يبي يسوون لهم سي في ما هذا من حقه كلنا كنا كذي احنا بالبدايات نشتغل اي شيء وكنا هذا بس كنا شنو نشتغل مع الكبار يعني كل البلايا اشتغلنا وياهم الله يرحمهم المتوفين الله يرحمهم الصغار قاعد يحاولون يشتغلون لكن شوف هم ماخذين العمليه بالنكت صحيح. يعني ماخذ العملية أن أنا لازم لما أنكت أوصل لا حبيبي أنت لازم يكون عندك حضور كاريزما قبول إذا أنت اجتهدت بدورك وتعبت عليه في ناس والله أنا قاعد أشوفهم أنا كنت فترة ما أطالع تلفزيون الكويت ولا أطالع تلفزيونات زين هالسنة هذه قلت أنا بكسر الحاجز هذا بطالع أنا بشوف شنو اللي قاعد يحصل بالفن وهذا وفعلا شفت كم مسلسل والله قاعد اشوف شباب مبدعين قاعد يادون من اللي شفتهم تميزوا ابو جوهر الطراروه طراروه صحيح عبد الله الطراروه اي عبد الله ممتاز يعني صح. فنان جميل كان المفروض يشتغل انا ترى في سموم اللي مع حسن البلامي اللي يطلعون في بلوك اشمر هذول بلوك اشمر الشباب هذول كلهم حلوين عبد العزيز النصار مجموعه في يعني ما اعرف اساميهم صراحه يعني بس اشوف اشكالهم اعرفهم انا زين وباكو بنات باكو واحد اسمه لولو لولو الملاي هذه وايد زين الملاي هذه كوميديانيه ممتازه هذه يعني الحمد لله طلعت لنا واحده كوميديا ما عندنا بنات كوميديا احنا بالكويت للحين ما طلعوا الكوميديانيات ما عندنا انا شنو اقول اقول ان الـ 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 العمليه مو عمليه اني انكت علشان اوصل صحيح او اني انا خولف تعرف اغير لبسي ولا اسوي قصه شعر ولا ترى هذا عشان اضحك الناس مو بس يضحك الناس عشان يلفت النظر هذا قاعد يرجع قاري هذا هذا ما قاعد هذا قاعد الجمهور ترى ممكن في ناس تتقبلك وممكن ناس ما تتقبلك يعطيك نجاح مؤقت ما يعني 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 ظاهريا انت معروف لكن ما راح يعرفونك الجمهور ما راح يعرفونك من هالشكل هذا خليك طبيعي في كل شيء خليك طبيعي طيب. أنا في شكلك في لبسك في أدائك في كل شيء خليك طبيعي أنت في نقطة تطرقت لها موضوع الكوميديا ما بنطلع منها اليوم إحنا بالكويت عندنا كوميديا حقيقية في كوميديا نطلع مسرحية أو نكاح مسلسل ولا برنامج الناس اليوم وصلت الأمر يقولك هذا أسفاف هذا تهريج ما هي كوميديا حقيقية ما عندنا نعم شو اللي قاعد يصير أي اليوم اليوم يطلع إحنا اللي عندنا هذا كله فارس اللي قاعد يصير هذا يسمونه فارس يعني شيء أوفر يعني اللي قاعد يصير وبعدين شيء مو ما في منهج عرف شلون يعني مو مرتب يعني الكوميديا كوميديا الموقف يعني قبل كنا نقدم مسرح ما كنا نقول فلان ما فلان نقعد ساعة ونص نعلق على فلان ولا فلان ولا كذا ولا هذا الموقف هو يضحكك يعني من غير ما تتكلم الجمهور قاعد يضحك صحيح وانت في قبل يعني انا لما كنت اشتغل مسرح كنت انبه الفنانين انتم لا تنكتون على المسرح ليش لسبب واحد الجمهور هذا قاعد ساعتين على الكرسي هذا أو ثلاث ساعات إذا أنت قطيت كل اللي عندك راح يتعب من الضحك وما راح يضحك راح يتعب من الفصل الأول ما راح يضحك صحيح فأنت عطت جرعة في البداية خله يضحك يستمتع شوية الفصل الثاني زيد الدوز شوية عطت الفصل الثالث اشتغل عليه هو هني الفصل الثالث يفرقع يموت يروح يضحك صحيح فلما يطلع يقول مسرحية حلوة لكن أنت من أول فصل أول مشي تطلع كل نكت وكل صحيح. الدنيا وتقطعها ضحك مل من الضحك ما يبي يضحك بعد فالكوميديا عالم كبير يعني مو سهلة لا مو سهلة لا, لا الكوميديا ما
يعني مو عملية إن أنت تي الحين هذا مستر بنت تعرفونه مستر بنت هذا قاعد يتكلم ما يتكلم لكن تضحك صورة بس هذا يسمونه فارسير عارف شلون الرجل الفارسير اللي لو ما يتكلم يضحك اللي ما يتكلم تضحك هذولا الكوميديا هذه يعني أنت تحتاج إلى كوميديا جديدة بالكويت ما تحتاج إلى الكوميديا اللي قاعد تحصل الآن الكوميديا ما هي رقص ما هي طق ما هي تعليقات ما هي الكوميديا الموقف صحيح. النظرة لما تطالع واحد خزة هو من غير ما تطالع الجمهور راح يضحك يقول هذا أكيد بيقطع عليه بس نعم. كافية هذا صحيح. خلاص نعم. فالكوميديا مختربة عندنا تماما مش كوميديا اللي احنا نعم. أنا أتذكر نعم. حتى في أعمالك السابقة أتوقع يدلك السيل أو السرايات كنت تسوي حركة بويهك كانت تضحك الناس ذاكرها ايه ايوه وجوهر يمكن حد يعني تكلمنا غلدوني فيها تكلمنا عن المسرح ودي لو نستذكر مع بعض بعض المسرحيات اللي شاركت فيها ايه يلا خلينا نشوفها انا غرغان فارس الفرسان مكان الغرباء ما خليت واحد يبني على راسه يشم الهواء ممكن اعرف ليش عندكم سبع سيارات بالحوش هنا خالي اذيتنا معاه سيارات يبا عندك خبه من السيارات يبا هالسيارات كلها قصود على ظهورنا خبرك احنا يا الكويتيين ناس اسمع ما اريد كلمه الكويتيين هنا مرت اللوخ قسما بالله ان سمعت واحد يقول احنا الكويتيين لا خليها ناقشت له سجاي العراق عندنا جدري ويكم احنا والله ما سوينا شيء قطعوا عنا الحليب عن الاولاد وقطعوا الخمر عن الكبار ايش شيء انا شو ما ده هو ده هو ما تعرف القهوة ما تعرف الفنجان ما تعرف القهوة يا ولد انا هذا ما يعرف شيء هذا من وين جاء هذا يا رجال نيح تعال عمل يا حجي هذه دائرة حكومية حاطين لنا كراسي فاضل سريع تعال يا رجال حكومية حكومية تعال نيح تعال حجي تعال قعد هني تعال اسمه تعال قعد هني يسوي لي سالفة المسؤول حجي يلا تعال هاي بعد اكو مواصفات فيها اي بيها انا طلبت لقيت هواية كويتيين قاعدين بيها هاي غرفه تعذيب يا شعبان هاي غرفه تعذيب ولك هذه ما تطوف الاستخبارات العراقيه يا ابو شعبان يا تعذيب شوف تدري احنا ايش جايين هني ليش احنا جايين نبوق وصفه حليب الذكاء ليش علشان وديها حق بالذهب ليش علشان اخترع لنا وصفه حليب الذكاء ليش علشان نصير اذكياء ليش نقول الله على الزمن الجميل الأمانة مسرحيات يعني كثر ما تشوفها اي مره مرتين وثلاث تندمج فيه احنا اندمجنا اليوم قاعد اتذكر يوم قلت لي على الشخصيه قلت له في شغله كنت تسويها من كم سنه اكثر من 10 سنين 15 سنه اكثر انا ليوم ليوم اذكرها لان لما نتكلم هل الفن الحقيقي اي هذه بصمات يسمونها بصمات لما انت تعمل شيء هذا احنا نبي الناس تترك بصمات طبعا انا ما شفت احد ترك بصمه في الفتره هذه اللي طافت من 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 2005 مثلا او 2006 ليومك هذا انا ما شفت مسلسل ترك بصمه ينشاف نعم. ما أقول لك ما ينشاف ينشاف المسلسل وحلو ويطالعون الناس لكن ما يعلم ما يعلم ما يعلم ما تذكره ما 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 يصير بالذاكرة خلاص لا خلاص يعني ينشاف بس نعم. تحصيل حسن دويشة تأكلها خلاص إيه لكن تستمتع فيها وبعدين خلاص ما فيها جسومة ما فيها بصمة ما فيها ما فيها ملح ما فيها ملح شلون إيه عزوف على المسرح انت عزوف تام صار لك فتره طويله والله مو كيف يا انا عازف على المسرح المسرح هذا بحر المسرح مو لعب يا خال المسرح يبي له شغل وايد المسرح قبل كنا نعرض احنا شهرين وثلاث واربع وهذه سيف العرب عرضناها 120 عرض هذه بدون توقف انت الحين تقول مسرح المسرح يبي لك ممثلين يشيلون يعني انت الجيل هذا مع احترامي لهم اوكي لكن يبي لك المسرح شنو المسرح فكر انت قاعد تقدم فكر وقاعد تواجه الجمهور فانت لازم يعني تقدم شيء صح الناس لما تطلع يقولون الله يعطيك العافيه ما يقولون الله يلعنها ولا هذه مسرحيه ولا قاعد يسفون يتفون لا انت تبي تقدم فكر انا ما اشوف فكر قاعد يقدم يعني اشوف كله كلام عادي يعني ما ماكو شيء جديد ولا شفت نص قوي انا يا بولي وايد عرف ما 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 عجبوني مشكله وين فنانين ولا كتاب ولا انتاج كتاب ما في ما في كتاب ماكو احد قاعد يكتب مثلا بدر محارب بدر محارب يكتب من اروع ما يمكن وقال لي تبي تريد اكتب لك قلت له اكتب ارد المسرح بس اكتب لي شيء حلو وبدر قاعد يكتب لي الحين مسرحيه بس ما قال لي اسمها يعني في عوده
ما ادري ما ادري. قلت له بس ما اشتغل بروحي انا، لازم وياي واحد اكيد، على الاقل وياي اثنين شيلون وياي مش المسرح ملعب يا هاد، قاعد اقول لك صحيح. ايه لان انت على طول على المسرح، محتاج احد يفهمك. مو بس يفهمك، المسرح نظرات وباصات، وباصات صحيح. ولازم يكون ممثل يعرف انت شنو تبي تقول. ساعات الممثل ينسى على المسرح، انت لازم تعرف شلون ترد له، شلون تباصي له، شلون كذا. انا حصلت ويانا مواقف كثيره بسيف العرب يعني، بعدنا أنا الله يرحمه الله علينا والله اذكرها بالخير، حياه الفهد طاحت بالمستشفى اسبوع او 10 ايام، كملنا المسرحيه بدونها ودورها رئيسي طبعا. شلون تتصرف انت على المسرح وباكر عرض ويدق علي تعال احمد وكذا كذا كذا، قلت شنو الموضوع؟ تقول كذي كذي، حياه بالمستشفى واحنا لازم نتصرف. قلت له والله تدري شلون بعدنا أنا؟ خلها على الله. شو قلت له؟ خلها على الله، مالك شغل. قال شنو سوي؟ قلت له انا ادش واشوف، انا اركب حكي وانت ركب وفهم تطلع. صارت مسرحيه تدري شنو؟ لعبنا لعب زين والله، هاي انا قلت له مصورها عد. بعدين ردت حياته وكملنا المسرحيه. بس يعني قاعد اقول لك انا في ساعات تصير في المسرح شغلات تحتاج تحتاج الى من يباصيلك، تحتاج الى من يوقف وياك طبعا. اما بروحك على المسرح ما تقدر، لو صحيح. منو يكون؟ لو منو يكون؟ اصلا الجمهور يمل. صحيح. الجمهور يمل، ما يبي تنويع شوي. ابو جوهر، يمكن من خلال المشاهد اللي احنا شفناها قبل شوي مع بعض من الاعمال اللي شاركت فيها في المسرح، لاحظناك انك انت تغلد دور شخص يكون بدوي. الحين يمكن في بلوك غشمره الحساويه زعلوا، والجاليه السودانيه زعلت من حسن البلام وراح قدم اعتذاره. ليش في يعني في هذيك الفترة ما كانوا يزعلون، الحين بدأوا يزعلون؟ أنا باخذ إجابتك لكن بعد هذا البريك. يسلم علينا الهواء. اي والله يعطيكم اكيد العافيه، وهذه الاجواء يحبون انهم دائما يمتعون فيها. والله الاغاني القديمه شوف شلون انت بصمات، هذه بصمات هذه طرب الطرب الصح. احنا دائما عندنا في سراي عندنا هالاجواء هذه، اجواء مصريه لبنانيه، فدائما اجواءنا تكون كذي. اليوم غير. ابو جوهر، يمكن قبل شوي سالتك عن يعني في السابق كان لما نشوفك في ادوار البدوي وغيره في المسرحيات او حتى المسلسلات ما حد كان يزعل منكم، الحين يمكن شفنا خلال بلوك غشمره هذا البرنامج اللي سبب مشاكل شوي عند الحساويه عند الجاليه السودانيه وغيره. شوي ما حد دمر، انا وجهه نظري انا ما حد تلف الفن وما حد خرب الفن وما حد خلى الناس تتكلم بهذا الاسلوب هذا الا السوشيال ميديا. التواصل الاجتماعي هو اللي يكبرون المسائل، يضخمون من الشيء ولو ان انا ما شفت في اي اساءه ولا في شيء. هذه حريه، الرئيس الامريكي يحطونه يمسحون فيه الارض يطلع يضحك. انت احسن من الرئيس الامريكي يعني؟ ما احترامي لكم كلكم، ما كل احترامي لكم، لا سبكم الريال ولا سب دولتكم ولا اذاكم ولا جرحكم، تقليد هذا تقليد. لكن الناس تهول، واللي يهول هذا تصير عند ذيك الثورة بجسمه يقول لك هذا يقصدني، هذا احنا ايش احنا كذا. يا عمي نعم. يا عمي
وحتى السوشيال ميديا يعني فنان توت البارح طالع انت النجم العالمي انت راح تصير نجم ينفخون فيه وهذا يصدق نفسه يا عمي انت شليك من شو انت قطعوا هل ترى هذا السوشيال ميديا شوف الوضع شلون تعال انت وقت داش الانستغرام انا ما اعرف حق الانستغرام اصلا انا لا اعرف شنو انستغرام ولا اعرف شنو تويتر هذا الثاني شو اسمه تويتر ولا سناب شات ما لي شغل فيهم انا عندي ناس ماسكين الانستغرام صحيح ياخذون اهلي ياخذون صوري ويحطون ويعلقون ويتكلمون ويقولون كل شيء أنا وين وسوالف وين طيب أنا ودي أنتقل معاك في محور السوشيال ميديا وإحنا ما قاعد نسولف فيه اليوم صار مقياس نجاح السوشيال ميديا الأعمال اللي قاعد تظهر ويقصقصونها ويحطونها بالسوشيال ميديا معناتها هذا النجاح أنت مع هذا الرأي ولا ضده أنا أقول لك شغلة اقطع يعني خلينا نعمل استفتاء تعال إن شاء الله إذا الله أحيانا لرمضان الجاي اقطع السوشيال ميديا هذا كله يلا تموت الناس اقطع وعطني اعطوني رايكم يلا خلينا نشوف هذا الميدان يا حميدان صح ولا لا صحيح الاعلام الاعلام له دور كبير في تطوير الفنان بالنقاد مو بالسوشيال ميديا انت رفيجي انا قاعد وقعد والله فيصل هذا مذيع اسكت هذا بعد سنتين راح يصير بعد منو اقول يعني توب راح يصير ها فيصل صدق روحه وعيش الدور وعيش الدور يا عمي من اللي قال لك انت كذي قال والله احمد جوهر منو احمد جوهر هو ولد فريجنا كنا نقعدين يا سلام انت ماخذ مقياسك وماخذ يعني مصمم مستقبلك ونجاحك على احمد جوهر صحيح عمي دش وانت مغمض دش في مغارة وانت مغمض تطلع من المغارة ولا ما تطلع ان طلعت من المغارة فانت قاعد تطلع بحسك انت قاعد تطلع بحسك شلون اللي يلعبون كاراتيه اللي يربط عيونه ويقول له تعال في بيهجمون عليك ثلاثة أربعة شلون يشوف هذا هذا قاعد يحارب بحسه انت الان كممثل دش مغارة مغارة كلها ظلمة وفيها فتحة بعيدة اذا قدرت تطلع من المغاره بحسك معناته انت فنان كبير اكيد اكيد لكن انت تمشي وتدعم لي بالاطوف وتدعم بالصخر وتطيح معناته انت تطلع برا يجرونك بحبل يطلعونك برا يعني اليوم كانك توصل لي اليوم ان السوشيال ميديا صار اليوم ممكن يكون دمار لاشخاص تلف قاعد يدمرونهم وهم ما يدرون هم مصدقين روحهم انهم فنانين مساكين ما يدرون قاعد يعطونهم اكبر من حجمهم يعني كانك انت قاعد تعطيه ابر تضخم يعني ها تطلع لي واحدة بجملتين الله أكبر إيه شنو هالأداء أي أداء من شو اسمها وشي هذا يعني واحد أنا المكتب أنا نجم وأنا قلت له أنت نجم على فريجكم يبا مو علي أنا أي نجم أنا اسمك ما عرفت أي نجم شوف طاح بيد منه ها طاح بيد منه أنا بقعد أقول شان ما راح يخلص ها فقال عمي قلت له وين مثلت أنت شنو نجم ما نجم توقف قدام الكاميرا كلمتين ما تعرف تقول أنت وفعلا فأنا شفت يعني ما بيقول أسامي أحرجهم أكيد 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 لما كان جابلوني طالعني يوقف قلت ليش ما تحكى قال أخاف قلت شنو ليش تخاف تكلم وقام يعد مسكين وخايف يمكن من رهبة هيبة هيبة ما ينلام ما ينلام ما ينلام يعني رهبة ممكن يعني ضيع الحوار نسى نسى صحيح ما يقدر يقول فأثر وخر أنا يقولوا ياخذ حواره ويكمل نعم 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 يقول السوشيال ميديا عمره ما يصنع فنان نعم الفنان يصنع نفسه بنفسه نعم بأدائه بإحساسه مو بكلام الناس نعم اوكي الناس لهم نظرة الجمهور له نظرة على عيني وراسي الجمهور ترى على فكرة يحبك أول مرة أكيد وبعدين يحبك ومره ثانيه ينبهك نعم. ومره ثالثه ينبهك ومره رابعه يقول لك باي باي احنا دائما نقول اليوم الجمهور الواعي والراقي ترى موجود مهما تغير الدنيا ودخل السوشيال ميديا ولا غيره الناس اللي تتابع التلفزيون تستمتع فيه ما زالوا موجودين عندنا اتصال أي. عراقي جميل ولكن من البحرين جاي ما شاء الله نقول مساء الخير فنانه ميس قمر وحياك الله معانا في اسرائيل يا اهلا وسهلا بحضرتكم اهلا وسهلا بالمقدمين الرائعين والنجم الكبير الأستاذ سعيد أدخل هاي المداخلة الحلوة
واحنا نقول لك حياك الله. كيف كانت البدايه وانت تمثلين عمل تراثي ومع قامات كبيره، الاستاذ سعد الفرج والاستاذ احمد جوهر والمجموعه الموجوده، شلون صار العمل هذا؟ صراحه الفضل يرجع للاستاذ احمد جوهر، هذه الفكره كانت من زمان مطروحه من قبل 4 سنوات تقريبا، لكن ما حصل لي الشرف انه اكون بالجزء الاول يعني بسبب انشغالي ببعض الاعمال، لكن يضاف الى سيدي مالتي انه انا اقف امام قامتين كبيره تحمل تاريخ ورقي وابداع وسيدي وقامات مهمه، اعمده مهمه من اعمده الخليج، الاستاذ سعد الفرج والاستاذ الكبير احمد جوهر. يعني سعيده بالعمل جدا معاهم، وحتى اكون صريحه فاجئت بالاجواء الحلوه، فاجئت بالالتزام، فاجئت بالقيمه الحقيقيه اللي يمنحها المؤلف والمخرج والاستاذ الحلو هذا والممثلين، يمنحون ثقه ويمنحون مساحه جميله واحترام، مثابره، تواضع، هذا كانت من اهم عناصر نجاحنا. فانا كل السعيده انه أستاذ أحمد رشحني في هذه الشخصية الحلوة. نعم، ميس يمكن يعني يكون أبو جوهر كان هو المؤلف والمنتج في العمل، ما كان يعصب عليكم إذا كان سمع بدليات ولا لا؟ والله هو تعقيب حلو لما يعصب بالمكان المناسب، يعصب بالمكان لما يكون لكن يعصب لا يعني ممكن يعصب على اشياء يعني انتاج او شيء ناقص، بس عسل يا استاذ انت داخل اللوكيشن وخارج اللوكيشن، شهادتي بيك مجروحه. استاذه ميث للامانه من الفنانات اللي يعني نتشرف فيهم معنا اليوم بالكويت ويشتغلون بالاعمال الجميله، ولو انت ما كنتي فنانه حقيقيه كان الاستاذ احمد جوهر يمكن ما اختارك، لانه يعرف القدرات اللي عندك والامكانيات اللي ممكن تقدمينها في عمل يعتبر صعب جدا جدا، يحتاج الى ترتيبات وتحضير لان الحقبه ما هي سهله. عدل الاستاذ احمد؟ عدل، قولها لا تنسين المن والسلوى. يقول لك لا تنسين المن وشنو؟ والسلوى. والسلوى. سمعتي؟ بعيوني تريد اجيب لك دولمه بعد؟ والله مالي شغل انا بعد نحتاج دولمه بعد، احنا بعدنا بدولمه هني. الساعه المباركه استاذه ميت، وان شاء الله تشوف في قادم الايام في لقاءات عندنا بالكويت، وربي يوفقك ان شاء الله، والقادم باذن الله راح يكون اجمل ان شاء الله. استاذ احمد، في موضوع حصل في السوشيال ميديا يمكن من بدايه رمضان لغايه هذه اللحظه، واكيد وصل لك سواء تابعت بالسوشيال ميديا او احد وصل لك خلال واتسابات او مسجات، موضوع الجرأة بالاعمال. اليوم وصلت اليوم بعض القصص فيها جرأة جدا سقفها عالي، وصلنا إلى مرحلة اليوم أن في مشهد واحدة تدخل حبيبها غرفة النوم وهي متزوجة، وصلنا مشهد اليوم إلى السباب في كلمات لم نتعود عليها بالدراما الكويتية نهائيا، ما كانت موجودة. هذه مجرأة، هذه وقاحة، هذه مجرأة، جرأة مو كذي، جرأة عمرها ما كانت كذي. شوف أنا أمي ثالث أو رابع يوم رمضان قاعد طالع مسلسل، قالت يما ليش قبل كانوا البنات لما يتكلمون مع ريايل، شوف مره عمرها 82 سنه تقول لي ليش قبل البنات لما يتكلمون بنيه واقفيني والريال واقف هناك، الحين يم بعض يلصقون، الحين قاعد يلصقون يم بعض، وهذه تحط راسها على كتفه وهذه تمسك يدينه، ليش هذا كذي صار؟ قلت والله هذا من رد المخرج وهذا من رد اللي قاعد يشتغلون، المفروض هذا غلط ما يصير. يعني انت شنو، حتى لو تلفزيون احنا نقول عندنا حريه، نقول عندنا مثلا يعني في خطوط حمراء، يا اخي في خطوط حمراء، يعني انت اذا شايف نفسك انك فري وعايش الجو وعايش الدور انك فري في برا بيتكم، ما تيجي تحط راسك وتطبقه على العوائل، انت قاعد تمثل الكويت وقاعد تمثل اسر كويتيه، فانت لما قاعد تقدم كذي فالناس داخل ياخذون انطباع ان كل الكويتيين كذي، وهذه عمرها ما صارت. هذا اللي قاعد يسوونه هذا كله غلط، يعني حتى الكلام البذيء ما اعرف شنو لزومه، انا ما اعتقد المؤلف كاتبه، لا ما افتكر المؤلف يكتب كذي، لان لو المؤلف كاتب الرقابه يشيلونه، فيطلعون بكلام يعني ما اعرف هل يعني
راح ياخذ بونص فيها يعني مثلا انت لما تيجي تقول هالكلام هذا او يعني الناس تفكر ان هذا ممكن يشوه اعلامي، بس المشكله اللي يمكن اليوم او تشاطرنا الراي او تختلف معانا بعض اليوم الاشخاص المعنيين في هذا العمل او الشخصيات اللي ممكن تتابع وتنتقد هذا العمل يقول لك هذا واقع المجتمع موجود. يا عمي احنا لو نقدم الواقع كلنا ندش السجن لو نقدم الواقع. صحيح. احنا ندري اكو الاشياء هذه، ماكو واحد ما يسب، ماكو واحد ما يغلط. ما أي واحد مهما كان مثقف مهما كان يعني يقعد لك محترم هذا هذا يسب، يعني بتقنعني ما يسب؟ بدليل لو سبيته يرد عليك، شو ليش رديت عليه؟ معناته تعرفني أنا قاعد أسبه، معناته أنت تعرف السب. صح ولا لا؟ صح. ففي أشياء تقيدك تخليك أنت تحترم نفسك عشان تحترم الناس اللي قاعدة تشاهدك. أنت التلفزيون هذا قاعد يشم مليون بيت. صحيح. أنت لما تتكلم كذي في أهل قاعد يطالعون وفي صبي الأباد قاعد يربون ويثقفون أولادهم ويعلمونهم على الأدب وعلى هذا. أنت جاي حضرتك تقط لي كلمتين هذا بيلقطها، يلقى شيء مميز فيلقطها. منهم من قال إحنا قاعد نوعيهم عشان ما يغلطون. إحنا مشكلتنا إن ماكو كنترول على الممثل، واحد قاعد يسوي لهم كنترول، هادينهم هدد. صحيح. هادينهم هدد يقولون اللي يبون، خلص ويلا فما لا عطني المسلسل وانتهى الموضوع. صحيح. الله انا قلت اللي قلتها يتحملها المخرج يتحملها المؤلف يتحملها المنتج وفما لا هو يطلع منها. صحيح. وهو وان كان يمكن يعني هما كانوا في بعض الردود انه والله في بيوت كذي، وان كان في بيوت كذي بس ما يتم تعميمها على كل المجتمع بشكل عام. يعني يا طاري السوشيال ميديا والهوشات وغيره، الاعداد مجهزين فيديو عن الهوشات ما يدري شنو هي، خلونا نشوفها مع بعض. الكوميدي بالمسرح ما في كوميدي، في اصفاف، في تهريج، في طازع العالم. ما ايش تقول؟ قام ناس قاعده قاعد يقولوا يمكن الناس تجاملك. لا تتكلم بشيء اكبر منك. شلون اكبر مني؟ عيب هالكلمه. شلون اكبر مني؟ لا 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 ابو محمد، لا ابو محمد، ابو محمد احنا ما نفهم شيء. ابو محمد انت قدم شيء بالدراما، انت قدم شيء بالدراما عشان اناقشك. صار مع ملاك؟ اي والله كان من طرفها. اي يعني الله يسامحها، جد الله يسامحها. يعني انت شوف، انت في اشياء ذكي علي، بس انا ما احب يعني طالما احنا في رمضان يقول لك عفى الله عما سلف، والانسان الكبير الراقي يتغاضى عن هذه الامور ويترفع. اسد هذا اللي اقدر اقوله. اسد لا والله، والله العظيم وانا حلف بالعظيم، واحنا في الشهر الفضيل. صادقه والله صادقه، ما تحتاجين حلفان، مصدقه. شوف انا دائما مترفعه عن هذه الامور ولا احب اخوض فيها. هيا شعيبي معانا على الخط. ملكه لا تكفى. هيا لا 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 بس 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 لا 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 انا اسمح لي، لا انا ما راح تتحكي. لا 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 لو سمحتي أقوم. لا 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 لو سمحتي، لو طارق. سمحتي طارق. لو سمحتي مي نسمح. لا 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 يمكن، لا يمكن كرام. لو سمحتي ختمي إنزين، لا أدش علي، عندها شيء في محكمة لو سمحتي. في أحد السايتات حياة الفهد وضعت علامة أكس على هبة الدري وزهرة الخرجي تشكك في كتاباتي. بالنسبة لهبة الدري، لا هبة الدري قولتني أشياء ما قلتها. يعني أنا بهدى هبة الدري اللي استغربته إنها هي مثل بنتي يعني. أوكي باعتني في وأنا بغربة، وهقتنا وكيف عقب باكر تصويرها ولما ياها عرض أفضل. أبو جوهر يمكن هذه كانت من أبرز الهوشات اللي صارت في الوسط الفني في السنين اللي طافت. إحنا ليش قمنا نشوف هالشيء حاليا في الوسط تحديدا؟ يعني انتشر بالضبط. هذا غلط من اللي نشره. يعني شوفي في مشاكل تصير وايد وايد، تصير مشاكل. نعم. انا ما انشر غسيل للناس، خلاص بيننا احنا ببيت، احنا ببيت مثل الاسره. انت الحين بيتكم مشاكلكم في البيت، ما برا تكون اخوي قال عني ولا امي قالت ولا ابوي قال ولا ما يصير. طبعًا. انت لما قاعد في قاعد تصور مسلسل، انت قاعد في بيت اسره، كلكم اسره واحده، تصير خلافات، تصير مشاكل، تصير كذا، ما راح انشر غسيلي انا برا. انت قاعد تشوه نفسك وبنفس الوقت قاعد تشوهون الفن، ياخذون انطباع ان الفنانين كلهم كذي. وهذا اكبر غلط اللي قاعد يصير. يعني انتوا كل واحد يحترم نفسه، حتى لو اهواشك بلاوي كثيره صارت كثيره، بس ما حد يدري عنها، تتصافون بعدين، ما حد يدري عنها، خلاص انتهى الموضوع. لان في تنشن يصير بالتصوير، اعصاب مشدوده، ممثل عنده التزام في عمل ثاني ومرتبط، وتصير طاخ وطيخ بين هذا وبين هذا. يعني
وفي يعني حكي يطلع انا ما اعطوني اسمي حطوه قبل فلان واسمي قبل كذا وما ادري شنو قاعد يشهر لي. اسمك نزل انتهى الموضوع. صار بالخامس صار بالرابع صار بالثاني شمالته قاعدة تعمل لي هاللويا هذه كلها يعني بيروحون يجيبون الشرطة يسحبونها من جديد من التلفزيون ولا بيسحبونها من المحطات عشان اسمك يحطونه ثاني ولا ثالث. خلاص انتهى الموضوع. اليوم مرة ثانية لا تشتغل اللي طبقنا لنا من الهوشات اللي طلعت الأمور في منها أمور شخصية ما لها تعلق بالفن. اليوم قاعد تطلع على السطح والناس سولف فيها ومشاكل وسب وقذف ويرجع مرة ثانية اعتذار وسوالف. ليش بالسابق ما كان في كذي؟ ما نقول ماكو مشاكل، لا في مشاكل وأكبر من هذه بس ما كانت تطلع. يعني كل يوم نتكلم على الخلاف اللي كان موجود بين الفنان الله يعطيه الصحه والعافيه طول العمر فنان سعد الفرا والراحل عبد السلام بن رضا. صح ما طلع على الساحه، ما حد يدري عنه، ما حد يدري عنه. صحيح. صمت وتلقاهم يتلاقون ويسلمون على بعض ويبوسون ولا بعض كأن في شيء. ولا كأن في شيء مع العلم في خلاف كبير ويعملون مع بعض وايضا في خلاف. ليش قبل كنتوا كذي انتوا يا فناني وين تغير الوضع؟ اقول لك الناس تغيرت. نعم. النفوس تغيرت. نعم. يعني كل واحد يحسب روحه شيء. يعني كل واحد يبي يقول لك انا سيد الساحه، كل واحد قاعد يضمر يعني يضمر للثاني شر. لا لا هذا كذا كذا. يهال يهال. نعم. شغل يهالو. نعم. يعني وانا اشرح الكبار. نعم. اللي ساكتين حسد وغيره مغيره ومثل تصفيه حسابات. نعم. غرور. نعم. صحيح. غرور يعني 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 انا هذه ما احسن مني، هذه شنو هذه تروح تطلع لها اشاعة عليها ولا تروح كذا ولا هذا يروح يطلع اشاعة على هذا شقة. نعم. انت اللي طلعت اشاعة على هذا ولا انت رحت تكلمت عليه حتى لو في خلاف بينك وبين ايش تبي توصل له؟ انتوا اثنينكم اصلا اليوم حتى ابو جوار في شغله اليوم على طار المنتجين كونك انت منتج يمكن شفناها في كثير من الفنانين والفنانات. يقول لك انا اليوم كنت وياهم هالعمل ووقعت معاهم ان انا رسمي، تيجي واحدة تروح تكلم المنتج شيل اسمي. انت اليوم كمنتج ممكن تجيك واحد يقول لك شيل اسم فلانة تشيلها؟ شنو شيل اسمي؟ شيل اسمها من العمل. ما بعض المنتجين اليوم مثلا تجيك فنانه وقعت عقد مع منتج معين ومتفقين، تجيك بوم شالوها، تدري بعدين ان في فنانه ثانيه راح صدغت لها واير عند المنتج، والله انا ما بيها معي بالعمل شيلها. هذا عند المنتج الردي. المنتج البربع هذا هذا ما يمشي عندنا احنا الحكي هذا. شيل اسمي حق اطراق قضبها الباب. شنو شيل اسمي؟ وين قاعدين احنا؟ هذا الكلام ماخوذ خير اصلا. حط اسامي، هذا الاسامي موجوده، شنو شيل اسمي؟ انا اول مره اسمع هذه. يعني قرار، هذا خلاص انت اخذت قرار، المنتج قرار خلاص اخذت العمل، ناديت الفنانين كل شيء اوكي، المخرج ناديه، هاي يبا متى جوهد؟ قال لي يبا تاريخ 22/5 راح نبلش. يطلع القرار 22/5 تصوير، انتهى كل شيء. انت موقع، هذا موقع، هذا موقع، يجيني واحد لا والله شيل فلان. منو انت اللي تفرض عليه؟ منو انت؟ لو من يكون ما يفرض عليه قرار. المنتج لما يحترم نفسه ويحترم الناس اللي وياه الكل يحترمه، لكن المنتج اللي بيحركونه ناس هذا يقضب الباب عمي. صحيح. هذا قاعد يعمل لك قلق ويعمل لك دوشه ويعمل لك فوضى في الوسط الفني. صحيح. يعني قاعد تعطي مجال حق هالاشكال يتكلمون. مع احترامي لهم طبعا انهم فنانين، يعني اسلوب هذا اسلوب مو اسلوب فنان. صحيح. انك انت شيل فلان علشان خاطر عيون فلان. منو فلان؟ لا تكون انجلينا جولي، احنا ما ندري. حتى انجلينا ما يشيلون عنها. يعني اشتراني الوحده ماخذه يعني مقلب بروحها. لا. ان نجمه ونجمه على شنو انت تبغى؟ لا صلوا على النبي، صلوا على النبي. صحيح. شوي 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 ابو جوهر، ابي اخذ منك بس دقيقه قبل ان احنا نختم، يعني الوقت قاعد يداهمنا. في حاليا رؤيه لتجسيد دور الفنان الكبير الراحل عبد الحسين عبد الرضا، وحضرتك من الاسامي اللي انطرحت لتجسيد هذا الدور، شلون تشوفه حاليا؟ هل قادر ان انت تكون؟ لا 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 لا، عبد الحسين انا ما انصح احد جسد دوره، او حتى وان كنت انت يعني زامنت فترة طويله، يعني من الأسامي اللي انطرحت على الدكتور بشار. أنا بشار أخو صديق وعزيز وكذا، ما أنصح أنه يعمل الشيء هذا. وعدنان الله يرحمه صعب تجسيد، تاريخ أسطورة وخلصنا، ما حد راح يوصل حق بعدنان ولا حد راح يصير مثله. نجيب الريحاني في مصر لما طلع أكل مصر كلها، قالوا ما حد راح يطلع غير نجيب الريحاني. طلع بعده مدبولي، وطلع بعده فؤاد المهندس. صحيح. قالوا ما حد راح يطلع بعدهم. طلع بعدهم عادل امام. نعم. سمير غانم.
سعيد صالح سمير غانم وإلى آخره. شوفوا الرمز رمز صحيح. الرمز رمز لا تتعبثون فيه، خلوه مرتاح. لا حد يعني عبد الحسين الله يرحمه رحمة الله علينا تاريخ كبير. شنو تبي تقدم انت؟ شنو تبي تقول عنه؟ الناس كلها عرفته، كلها عرفته صحيح. كلنا يكفي العزمه الاحسن صحيح. يعني البشر هذا كله ما طلعوا ويو حق الله يرحمه يعزون أكيد. اللي عارفين منو هذا الميت صحيح. فانت شنو تبي تقول حق الناس اليوم؟ نتكلم على مجالس العزاء، تبي تعيدون لي الاعمال اللي سواها؟ نعم. تبي تقلدون يعني اللي سواها اللي اوكي انت لا ضير انك انت تعمل سكتشات تذكر الناس وكذا. هذه شغلات يعني ما مقدور عليها. اما اني انا اعمل قصه حياته مثلا، انا ما ادري هي قصه حياته، قصه حياته إيه انك اعمل قصه حياته واني انا اعمل هذا ما ادري. انا فعلا. اول شيء ضد انك تعمل قصه حياه اي شخصيه. سوى في مصر مره واحده ام كلثوم اللي سوتها صابرين ونجح. والباجي اللي سووا قصص حياة هذه كلها كلام فاضي. نعم صحيح، كله كلام فاضي. أم كلثوم غير طبعا، سمونها كوكب الشرق. نعم. أم كلثوم تاريخ كبير. نعم. هذه تستحق أن أنا ما سووا لها قصة حياة. نعم. إحنا اليوم نتكلم أبو جوهر على شخصيات، نتكلم في قامة مثل الفنان الراحل عبد السلام الرضا، شخصيات لا تتكرر. هذه الشخصيات يطلع واحد وخلاص، بعد ما حد يوصل للقمة اللي وصلها ولا حتى يوصل ربع المستوى اللي وصلها هذا الفنان. صحيح. نعم. صحيح صحيح. حسين غير. نعم. حسين غير. نعم. يعني انت شنو تبي تقدم انت؟ يعني تبي تقوله يعني يمكن حتى اللي يفكر هالفكره نقول الله يعينه، لان يدخل في في ما يقدر. يبي لك مليون حلقه، يبي لك الاف الحلقات. احنا اليوم بجوهر سعدنا الامانه في لقائك، شرفنا في الغاء اسراي. احنا اليوم دائما نقول ما زعلنا احد، لا ماكو زعل. اليوم هادين. احنا اليوم الحلقه الاخيره وختامها مسك اليوم كان معاك، لما نورتنا لقائك. كنا ننتظره من فتره طويله والحمد لله تحقق. نقول لك الساعه المباركه، وهذه هديه بسيطه من اسره قناه الاي تي في. نقول لك نورتنا وان شاء الله وكل عام وانت بخير، وانت بخير في هذا رمضان الكريم. وان شاء الله خلال يومين جاي راح يكون العيد ونستمتع ان شاء الله كلنا، وعسى الله يعيد علينا الايام الجميله هذه. الحمد لله والشكر، ونقول لكم مشكورين وما قصرتوا على اللقاء الطيب. نعم. والله يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك ويهنيكم على هالبرنامج. آمين. الطيب. يعني الواحد يقدر يطرح افكاره ويوصل رسالته حق الناس من خلالكم انتم. مشكورين على هالاعداد الجيد. حياك الله. والله يعطيكم الف عافيه. وانا سعيد في اللقاء صراحه. الساعه المباركه. حياك الله نورتنا. اول مره اطلع لقاء مو معصوب. حلوين وهادين لحينا. امورنا طيبه، امورنا طيبه الحمد لله. اهم شيء انك مستمتع في هذا اللقاء. نورتنا اكيد. وكل عام وانت بخير مقدما. وكان الامانه ختامها مسك اكيد من خلال برنامج اسراي. سعدنا في طول هال 28 يوم من خلال الفنانين الكتاب كل ضيوفنا. نعم. في البرنامج يعطيهم العافيه الاعداد، يعطي العافيه اكيد ابو جراح مخرجنا الغالي. نعم. ومناسبين في الهدايا اكيد طيبة. طبعا احنا اليوم وصلنا الختام. انا اليوم بكوني من البرنامج السابق السيزون الاولاني، اليوم انضمت معي اسرار في هذا السيزون. اقول لك مشكوره، نورتي اسراي والبرنامج منور فيك، وايضا زميلتنا صابرين اللي كانت معي ال 15 يوم الاولى. انا بدور اليوم اشكر الجميع اللي عملوا معنا من خلال هذا البرنامج. اليوم نشكر على مخرج العمل استاذ رائد مال الله، وايضا ستاف الاعداد كلهم بقياده الاستاذ فالح العنزي اللي هو رئيس فريق الاعداد، والمصورين اللي قاعدين خلف الكواليس. مشكورين كلكم على مجهودكم طول شهر رمضان، والفرقه الموسيقيه ايضا اليوم نورتونا. وانا تكلمت في حلقه سابقه ان شاء الله خلي يسمعونا اعطيني النايت. ان شاء الله الفرقه الجايه راح تكون معانا ان شاء الله اذا الله سهل في برنامجنا اللي هو عسيف البرنامج اليومي. وايضا معنا بروديوسر البرنامج احمد فاروق، يقول لك مشكور. سامحنا ترى عصبت عليك وايد، والكنترول كله، ومدير البرامج العمليات الاستاذ محمد عز، طبعا النوخذه اللي يقود هذه الكوكبه كلها الاستاذ احمد الفضلي اللي الامانه مو مقصر معانا. ودائما كلمه انا اعنيها واقولها، ما هي كلمه يعني طالعه مني او انها مجامله، احمد الفضلي ظهر لكل صحيح. اللي موجودين في القناة سواء كانوا مصورين، مخرجين، إعداد، موسيقى. إحنا اليوم كمذيعين حتى اليوم ضيوفنا نقول له ما قصرت، وعندنا جندي مجهول دائما يتعب معنا اللي هو سمير مدير الاستديو. نقول له مشكور ويعطيك ألف عافية سمير، وإن شاء الله إذا الله عطانا عمر نشوفكم في رمضان الجاي، وكل شيء راح يكون أجمل وأحلى. والله يحفظ